وللحديث أكثر عن هذه المعركة ينضم لنا عبر الرقم الاصطناعي مباشرة من درعا مراسل الأخبار الآن محمد الحوراني. محمد، اشرح لنا أكثر ماذا يجري على الأرض في معركة نزع الخناجر، أين تقدم الجيش السوري الحر وأيضا ما خسر داعش في هذه المعركة؟ إليك. نعم خديجة، مساء الخير. كما ذكرت أن هناك فصائل الجبهة الجنوبية في منطقة حوض اليرموك بالتحديد، محيط تل عشترة ومنطقة جلين، وأيضا هناك معارك ضاربة بين فصائل الجبهة الجنوبية وتنظيم داعش المنتشر في منطقة حوض اليرموك، ولا سيما في منطقة عين ذكر وجلين وتل عشترة الاستراتيجي وأيضا تل الجموع. ما تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه الأيام وحتى هذه اللحظة بالتحديد. هناك تجهيزات جديدة للجبهة الجنوبية لاجتثاث التنظيم من تلك المنطقة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي هنا خليل الشرف، القائد العسكري لتجمع برج الإسلام في فرقة الحق التابعة للجبهة الجنوبية. بداية أرحب بك سيد خليل، لو تطلعنا أكثر عن استراتيجية الجبهة الجنوبية اليوم في مواجهة تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، نحن حاليا بالجبهة الجنوبية نقوم بأعمال بقطع أوصال التنظيم من الجنوب إلى الشمال بالسيطرة على منطقة حوش حماد وبير قصب، وهناك فصائل من الجبهة الجنوبية تعمل في حماد الدمشقي بالتنسيق مع الجبهة الجنوبية كاملة. ونحن الآن هناك خطط للقضاء واجتثاث داعش في هذه المنطقة، في منطقة حوض اليرموك. اليوم داعش منحصر في منطقة حوض اليرموك، منطقة ضيقة، واتبع تنظيم مؤخرا سياسة عمليات الاغتيال عبر خلايا منتشرة في المناطق التي يسيطرون عليها. كيف تتعاملون مع مثل هذه الأمور، وما هي الإنجازات الأخرى لكم في مواجهة تنظيم داعش؟ نعم، هناك حالات اغتيال في هذه المنطقة عن طريق إغراء بعض المجموعات والخلايا النائمة في المناطق المحررة التابعة لسيطرة الجيش الحر والجبهة الجنوبية، بإغراهم بالأموال لاغتيال بعض القادات، ومنهم أبو قاسم مجاريش تم اغتياله بعبوة ناسفة، وقائد المحكمة الشرعية في حوران أسامة اليتيم، وبعض القيادات الإدارية في الإدارة المحلية، ومنهم قائد الإدارة نعم يعقوب عمار. طيب، بالعودة إلى معركة نزع الخناجر في حوض اليرموك، إلى أين وصلتم؟ ما هي الأهداف التي تستهدفونها؟ ما هي خسارة التنظيم بالتحديد في ضمن هذه المعركة؟ التنظيم الآن هو ضعيف جدا، ونحن نقوم يعني حاليا هناك تجهيزات كاملة لاجتثاث هذا التنظيم. يعني هناك عمليات وخطط عسكرية نقوم بها في الوقت الحالي، ولكن هناك أمور سرية طبعا، هناك التكتيك العسكري لا يجب الإفصاح بها. شكرا لك سيد خليل. أعود لك خديجة. نعم، ما تزال المعارك مستمرة في منطقة حوض اليرموك ما بين فصائل الجبهة الجنوبية. هناك تكتيكات عسكرية لفصائل الجبهة الجنوبية ضد هذا التنظيم في محاولة من الجبهة الجنوبية لاجتثاث هذا التنظيم بشكل كامل. هناك بعض الفصائل تلقت دعم عسكري من قبل غرفة العمليات الدولية التي تدعم فصائل الجبهة الجنوبية لمواجهة هذا التنظيم أيضا، بالإضافة إلى دعم عسكري كبير للسيطرة على تل عشترة وأيضا على تل الجموع وإعادة السيطرة على عين ذكر لإعادة التنظيم إلى الزاوية التي يتواجد فيها في منطقة حوض اليرموك المتاخمة للمملكة الأردنية. نعم محمد، من المنطقة الغربية من محافظة درعم. شكرا لك. نعم، وشكرا لضيفك الكريم محمد الحوراني مراسل أخبار الآن، كنت معنا عبر الرقم الاصطناعي مباشرة من درعم.